أولا بسم الله الرحمن الرحيم، كنظن المقابلة اليوم مع شباب المحمدية ما كانت سهلة، لأنه حنا كنعرفوا شباب المحمدية عندها دي جون اللي تبارك الله ما شاء الله عندهم مستوى كبير. كنعرفوا على أن فريق المغرب التطواني كنظن لحظات المقابلة ما فاش، كنظن هذا الفوز هذا عنده واحد الطعم خاص بالنسبة للنادي، بالنسبة للجماهير، خصوصا بعد العودة ديال الجماهير اللي كانت، وكنا وفرحنا بزاف العودة ديالهم. صحيح على أن المقابلة كانت صعيبة، شفتوا الشوط الأول سيطرة مطلقة، ضيعنا جوج ولا ثلاثة ديال الفرص اللي كنا نسجلوا فيها. بدات المباراة كانت صعابة خصوصا في النصف الثاني من الشوط الأول، لأنه فريق المحمدية خرج بغى يبدأ يلعب الكرة، وهذا خلق لنا بعض المشاكل خصوصا في وسط الميدان. نبهت اللاعبين على هاد هاد الاشياء اللي كيدير المحمديه، لانه فريق اللي خليتي لي سباس ممكن يمحنك. بالنسبه لي انا الشوط الاول يعني كان سيطره مطلقه، جوج ديال الفرص ثلاث ديال الفرص اللي ضيعنا كنا نسجلوهم. الشوط الثاني نبهت اللاعبين، حاولت تكلمت معاهم، بدلنا شويه البلاسمون ديال اللاعبين خصوصا في لي زيك سونتري، لانه كنا بعاد شويه في الشوط الاول، كنا بعاد على بعضياتنا في لاطاك. نبهت اللاعبين في لي زيكسونطري على انهم يدخلوا شويه حدا باتجي، لانه الدوزيام بالو ما كناش كناخذوها، كانوا كيستحوذوا عليها المحمديه اللي كانوا متميزين فيها. درنا بعض التغييرات اللي عطاتنا شويه ديال الانرجي، خصوصا بعد دخول ماغري، الغطاس، قولوس، الرضواني، عطاونا ان بو دجي. الحمد لله يعني نتيجه فرحنا لها. اللاعبين يعني تقريبا 95 دقيقة هما فوق المحمدية، يعني ما استسلموش، بقاو غاديين بالمجهود ديالهم. كنشكرهم على المجهود اللي قاموا به، لأنه مجهود يعني مضاعف. الحمد لله النتيجة اللي كنبغي أول حاجة نهديها للجماهير التطوانية، لأنها كانت متعطشة لهذا الفوز هذا، كذلك اللاعبين اللي حتى هما كانت عليهم واحد لابريسيون أينوم. الحمد لله كنتمنى على أن هاد تكون واحد الفاتحة، فاتحه خير واحد المبادره خصوصا في هذه المقابله هذه، باش ان شاء الله نونطاميو لي زوتر ماتش ان شاء الله بهذه الكيفيه هذه، لان حنا بغينا نوصلوا لشي حوايج اللي نفرحوا بهم الجمهور ديال المغرب التطواني. كنعرف على انها ماشي سهله، ولكن ان شاء الله بالمجهود ديال الجميع، الجماهير ولا اللجنه المؤقته ولا حتى اللاعبين، ان شاء الله ممكن على اننا نحاولوا نبدلوا الفرقه ان شاء الله للاحسن ان شاء الله.